جي بدات كتحرك هذه الاولى هنايا بدات ورجلي بدات كتحرك جي وبديت كيفاش كنعاود دوك الميتو ديالك الله يجازيك بخير الله يجازيك عمرك زعما ودابا انا متاكده بزاف الناس كيجيو معك لانك كتساعدو مزيان الحمد لله الله يعاون من الاعماق بارك الله بارك الله يا يمكن هذا الشيء اللي فين حيت المربيه ما كتاثرش بالرقيه بزاف مثلا السيد اللي خرج الدب هذه فات الخمسين عام وكتمشي مثلا عند الرقاه مراكش وهنا ولكن ما كتطيحش فلما درت المائدة الجنية المربية طلعت كلمات بقيت تغطر عليها كل شيء لأن الجنية المربية تبغي الوعظ أكثر وآيات خاصة بالتربية والاهتمام والعناية انت ملي كتسمعي هذا الشيء الامور ملي الراقي مثلا يبدا يحكي ايات عندها المراضع مثلا يحكي مثلا على الامور هذه الصغار جمال كذا ما كتاثريش لا علاقتي بواحد الجمعيه هذيك كتر الجمعيه معاك واحد الجمعيه الاخرى ايوا انت درتي هذا ديال مربي من الصغر يمكن دابا انا كندير مربي ولا مربيه مربي ولا ما عرفت شي حاجه ولا شي حاجه مش ضروري مربي المهم شي حاجه من الصغر عشان من الصغر حافظ من الصغر شي حاجه بحال هكا زياتي لاحظتي بكيت كنت كنبدا صافي صافي واضح وعاوتاني داخليه قلت لها بنت لي كاينه حتى شي وحده عاشقه عاشقه شنو الاعراض اللي كتوقع لك اثناء القراءه لا حلمت بيها غير هادشي الاخر ايوا شي وحده كتجي وكتزير لي باقا بنت صغيره قد اصغر مني ولا قد ولا شي حاجه بحال هكا وكتزير لي وخلعاتني ليه؟ ليه؟ انت ناعسه انا ناعسه وبحال حسيت بها كنقول جنيه هادي ايوا فهمت منو خلعتني قالك بنعسه في الدار الفوق بحال تخلعت منها وانا كنت عاشقه لانك تقرب مني واحد النهار بحال كانت كتقرب شي بنت زوينه كانت جات وكتقبل ما عرفتش شحال بحال هكا يمكن كاينه تاع والله ما عرفتش شي اسمها دابا انت ما كيطلعوش يتكلموا لا باقي غير بديت دابا دابا وليت كنتحرك على القبل على عقلتي مزيان مزيان يعني كنتي جام وا عطيه هذا شي مشكل اللي عندك شحال دابا درنا من الحصه تقريبا درنا شي هي الثالثه حيت الاشكال فين كاين الاشكال هو خاصك تعرف النوع الداء اللي عندك باش تبقى تسقط عليه الايات المناسبه لان كتكون شي حاجه قويه وليس ما كيتفاعلش مع الايات اللي هي كيقراو الرقاد بحال عين حسن السحر عشق ظلم يعني عنده قوه الا جيتي تبحثي انت كتلقى كتاثري بشي ايات خارج هذا النطاق فهمتي بعدا وانت وصلتي لدوك الايات بعد ما كثرت الاستماع للرقيه فهمت ولا لا يعني كيكون الجن عنده واحد القوه هذوك الايات كانهم مفتاح كتدقق فيهم عاد باش تعرف نوعيه الجن اللي ساكن الجسد هذا اللي كتاثر في الايات بحال دابا الايمان فيهم الايمان فيهم الحق فيهم اسماء الله الحسنى كما لو كانوا واش من البدايه هكذا من البدايه من البدايه انا بحال هكا هذه الايات ايات الرزق اللي عقلتي ديال يونس اي نعم ودغنيه مو طاحه دابا انا طاحه كنت شحال شي سنين ولا شحال كنت حافظها كنت كنقرا بزاف كنت حافظها نسيت ما بقيتش كنقراها ورجعت كنقراها في هذه الايام واحد التاثير عليا من الاول ديالها طاحه بحال ما كنت تخنق وفاش كيوصل فاش كيوصل و كنت تصنع على عيني و نعم هي هذيك نعم وهذيك ديال عين دانجة واحد فيها تمشي اختك تقول هذا بك على من يكفله والساميري فاش وصل الساميري راه هذيك انا كنت انا لو قوار تلقى هذا الى نعم نسيت ايوا نعم وصل السحر اللي فهمت انا بحال كاين سحر الجان السحر اللي عندي يمكن ديال الجان والعقد وهذاك عنده علاقه بالصغر دائما السحر هذاك الشيء كريم. السحر الجان يمكن باش يبقى في الجسد وباش ما لا السحر الجان احيانا يكون ساحر قوي جدا فهو ماذا يصنع؟ يوكل في الجسد شيطان ساحر فهو يبقى تلقائيا يجدد الاسحار وتلقائيا ياتي بالخدام له قوه على ان ياتي بهم
ويسكنهم في الجسد. متى تقول أن الحالة مرت عليها غير الأسبوع؟ ماذا يكون؟ طيب أنا أخت كنت يعني تفرغت لها الأسبوع، فسبحان الله يعني كنا يعني عدد كبير من الجن، لكن كيف؟ يعني كانوا مشوا الدول كثيرة للعلاج، لكن سبحان الله من الإجابة يقول لك الأبيها إحنا غنا نشوفوا شنو واقع. فبدأنا بالرقية، فإذا بلك يطلع شيطان، نتفاجأ على أن الشيطان معه خدام كان يستقطبهم يأتي بهم ويسكنهم مثلا في القدم، وظيفتهم لا يأذيوش ولكن يهيئوا لعمل سنوات. فيه جن آخر تجدونه هنا يعمل، وآخر كان فقط كان راقد جالس إلى حين يأخذ الإشارة من الشيطان، ولما أسلم الشيطان بدأ يظهر اتباعا ويكون هل أنت تقول لا أنا تبع للشيطان، هل كنت أنا خاص بي بالعلم أنا خاص بكذا. وكثير منهم يقولون ليس لنا مهمة، فقط أتى بنا وأسكننا هنا إلى حين أن يكون لنا دور مستقبلا. منهم من قال عندي خيوط وكنت مهيئ أن كل عام أعقد عقدة واحدة بخيط واحد على مدى 50 سنة. فهمت ولا لا؟ يعني في عمل الجن قد يكون شيطان يتحكم فيه، ساحر يأتي بأسحار جان يعني يحكم بسحر أو كذلك يصنع أسحار في الجسد، لهذا ترى الجسد يعني مثقل والرقية لا تؤثر فيه بشكل قوي مباشرة لكثرته. يمكن هذا ديال ملك حتى حلمت بترامب في سنة، أنا ملك جديد رئيس أمريكا الجديد، حلمت بشيت أنا واحد بنت صدر معي مشيت انا مشينا عندهم زعما بحال خدمنا في دار بحال صاحب المعرض حنا وياك ولينا دار وكيولينا ايوا طيب. لا حتى رؤيه الملوك لها علاقه بنوع كبير في البدن، يكون له علاقه كذلك بالملوك. طيب حنا ندوش على التكاي مش مشكل، بغيت نكتب عاوتاني قلت كنقوم كتابتي قلت لك ماشي مشكل. اخر مره قلتي لي عندك شيء مختلف، عقبا مختلف وقوي مختلف وقوي، يعني مختلف يعني بمعنى ربما قصدي هو نفس اللي قلت، يعني يكون الجن ليس كباقي الجن الذي عند الناس، يعني سهل يعني الحالة حالة مركبة تحتاج إلى مفاتيح. فهمت ولا لا؟ طيب الآية اللي الآن بين سورة طه، آية الرزق، آية الصغار، التعطيل، آيات الحق، آيات النور مثلا، وبالحق أنزلنا يعني كل كلمة الحق. لا ممكن يكون مثلا في أحيانا يكون جن مغلوب عليه، لابد أنت الآن تتحركي، أنت كتبكي، الجن يكون مغلوب عليه ببعد، هو أحكم إحكاما بسحر عظيم لكن يحن أو حن أو أتى إلى الإسلام، لكن بين إقبال وإدبار. قد يكون مثلا الظلم يعطينا الظالم، قد يكون يحن إلى الجسد بالعشق، مفهوم؟ ولهذا لما تتلى عليه آية الحق يعلم الحق، عكس الذي يسمع آية الحق ويشعر بالأنفة أو الاستكبار. هنا في نفسية الجني، نفسية المريض تترجم لك حالة الجني الساكن في البدن. حينما تتلو عليه آية الظلم يشعر بالبكاء، يشعر بالندم، مفهوم؟ الجن كذلك هو يشعر بهذا فترجم على الإنسان. لما يشعر بآية النور انشراح، خلاص بدأ يأتي في طريق الحق. لما آية الحق تكون مع آية السحر لا يتأثر بالسحر يتأثر بالحق، فهنا الحق يعلم أنه يريد حقا. ولهذا أنت مع المدة الآن بدأت تأثير وإن كان في الأول لا يظهر، فلا بد هذا الوتر أنك تحركي كثير، تسمع كثير آية الحق وتكون الموعظة مع آية الحق، وتكرار كلمة الحق ماذا يحركه يكون بشكل أقوى، وكأنك تبين وتفصل له وتفسر له ما هو الحق. شو كتحسي منها بالبكاء؟ طيب خير دريتك على الوجه ديالك. كيف كيتسدو أثناء الرقية؟ طيب يلا أديتك على الوجه ديالك.
أعود